يقول ابن القيم رحمه الله يقول، وذكر كلاما لبعض العلماء، يقول: من لم تقر عينه بالله فإنه يتألم ويتجرع غصص الدنيا بما يفوت عليه. يقول: يكفي في فضيلة هذه اللذة، لذة العبادة ولذة المعرفة والعلم، يقول: يكفي أنه لو فاته شيء من الدنيا تلك اللذة تخرج من قلبه ألم الحسرة وألم ما فاته من هذه الدنيا.